هذا ترى يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي ضرورة اختيار الأم. شلون يعني ضرورة اختيار الأم؟ الإنسان عندما يروم الزواج، الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. حتى فرد يوم من الأيام امرأة دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، قالت له: يا ابن رسول الله، أنا أريد أن أتبتل. يعني شنو أتبتل؟ أريد أترك الزواج وأتحول إلى امرأة متبتلة راهبة. رد عليها الإمام سلام الله عليه، قالها: لو كانت هذه منقبة لسبقتك إليها فاطمة سلام الله عليها. لو تبتل منقبة لسبقتك فاطمة. لكن شنو المطلوب؟ المطلوب الاختيار، أن أحسن الاختيار. وبالمناسبة الاختيار ترى مو بس على الرجل أن يختار المرأة، على المرأة أيضا أن تختار الرجل. وأعتقد خير دليل لإيضاح الفكرة عندما نقف بحياة خديجة سلام الله عليها. خديجة تقدم لها أكابر قريش، أثرياء قريش، أصحاب المال، أصحاب النفوذ، أصحاب السطوة، رفضت كل الطلبات التي وجهت إليها بالخطوبات التي وجهت إليها، واقترنت براعي الغنم اليتيم الذي يعيش في كنف أبي طالب رضوان الله عليه. إذن أحسنت الاختيار لو ما أحسنت الاختيار؟ إحنا هسه من تسألك واحد إيش يشتغل، إيش عنده، إيش ما عنده، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الله واسع، الله كريم، أنت ليش تضيق السبل على أنت ليه يكون الإنسان أفق ضيق؟ مثل إذا قال لي فرد يوم من الأيام أكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طلع من باب المسجد يدعو لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يصيح: اللهم ارزقني، اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا غيرنا. صاح النبي: قال ويش دعوة هالأفق الضيق؟ يعني هذه رحمة الله التي وسعت البر والفاجر، هذه الرحمة المكتوبة: إني أنا الله لا إله إلا أنا، سبقت رحمتي غضبي. تريد تحصرها بس أنا وياك نتقاسمها وهي الأمة تموت؟ فإحنا بنلاحظ يعني أحيانا من يتقدم الخاطب ينسي ليش عنده، إيش ما عنده من إمكانيات وضعه. لا يا سيدي، هو إذا كان عنده دين، إذا كان إن جاءكم أو إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أنت مو بالمجرد أن يكون عنده مال. خديجة بنت خويلد اختارت ونعم الاختيار ونجحت بالاختيار، وحتى أموالها من ما عنده قدمت أموالها. بس حتى لو أنا عندي بس هو الزوج مناسب وشاب مؤمن، خلي أنا أنطي وأنا أزوجه، لأنه مؤمن يقول له زوجها من صاحب الدين. ليه صاحب الدين؟ لأنه إن أحبها، وأكيد هذا إذا أحبها ارتبط بها تماما يعني أكرمها، وإن أبغضها لا يهينها، لأن عنده دين. يعني الدين يمشي بمقاييس القرآن، إما عاشرها بمعروف أي سرحها بإحسان. لكن أرجوك اللي ما عنده دين وما عنده قيم إلا ما يحسب إلا حسابات المادة، شو تحصل منه غير الطلايب والمشاكل؟